المباريات ساعدنا لا كجميع المباريات كيف ما كتعرف، وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا ونحققوا 3 بوان ان شاء الله. وان شاء الله كنوعد الجمهور راه جاب لنا غيكون عبد الله مذكور واحد اخر، وان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله. و لي بوين فابل ديالي راه كنخدم عليهم ان شاء الله ونقول الكلمه ديالي. ما نكذبش عليك، حنا بغينا ان شاء الله كلشي هذا العام كنقلبوا على كلشي، القاريه والافريقيه وكلشي كيف ما قلتي الوطنيه والوطنيه. حنا ما كنفكروش دابا في هذا الشيء، حنا الاهم ديالنا هو المقابلات اللي جايين. اللي جا كنبغي نقول ليه مرحبا به، حنا كنتسناو اي واحد جا باش يقضي معانا ماشي مشكل. كما كتشوف الجامعة خويا المقابلة ما غتكون سهلة، ولاعبين ضد الفرقة اللي ما عندها ما تخسر ضد حورية كوناكري، اللي كنحتارمهم كنقدروهم وكما كنحتارمو جميع الفرق. وان شاء الله غادي ندخلوا الدراري غيدخلوا مكونسونطرين وغندخلوا عازمين باش تحققوا نتيجه ايجابيه وباش نصدروا المجموعه، وان شاء الله نديروا يد الاولى في الدور الثاني. وان شاء الله كما قلت لك الدراري عارفين شنو عليهم، حاسين بالمسؤوليه اللي عليهم، وان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله. انا ما نكذبش لك، انا بالنسبه ليا قرار في محله، وحنا متشوقين للجمهور، متشوقين نشوفوهم في الملاعب، باغينهم يحفزونا يكونوا معنا يكونوا بجنبنا حتى هما السند الاول ديالنا. وان شاء الله كنتسناوهم يرجعوا، ان شاء الله غادي يكون خير من القدام ان شاء الله. Pour donner le maximum de nous-mêmes sur le terrain, et pour ça je leur dis merci. Et maintenant, comme j'ai dit, je suis impatient de les voir dans les tribunes. Merci, je suis content. C'est toujours un peu plus plaisant de jouer avec des supporters quand on joue au football. C'est pour ça aussi, c'est pour eux aussi qu'on joue. Donc voilà, je suis content.